فلسفة افتراس شعوب والقدر الكردي. الكاتب الدكتور سوزدار ميدي. الاحتلال والاستعمار حقيقتان متأصلتان في تاريخ البشرية، فثم شعوب تعتقد أن مصالحها لا تتحقق إلا بالاعتداء على شعوب أخرى، وتختلق المبررات الدينية والدنيوية التي تبيح لها ذلك العدوان. وكانت السيطرة على الجغرافيا بدلالاتها الاقتصادية والجيوسياسية هدف معظم المشاريع الاحتلالية. وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون اللي هم المقاتلين بتقتلهم، وتأسرون فريقا اللي هم الزرار والنساء والأموال ومش عارف ايه، وده اللي حصل صحيح. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها لسه هيديكوا حاجات كتير. أنماط المحتلين. والمحتلون عبر التاريخ وبشكل عام نمطان. 1- محتل استعماري يغزو وطن شعب آخر لأهداف اقتصادية ويقيم فيها مؤسسات استثمارية تخدم مشروعه الاستعماري، لكنه لا يجرد الشعب المستعمر من لغته وثقافته وهويته، بل إن بعض علماء المحتل ومفكريه يساهمون في تطوير التراث الوطني للشعب المستعمر. وحينما تبدأ الموارد بالنفاذ أو يثور الشعب المستعمر وتزيد الخسائر على المكاسب، ينسحب المحتل ويترك الوطن لأهله. ومعظم المستعمرين في العصر الحديث كانوا من هذا النمط. اثنان، محتل استيطاني. لتجريد الشعب من لغته وثقافته وهويته وإخضاعه لعملية مسخ شاملة ودمجه في هوية المحتل تحت صيغة أنه من النسيج الوطني. والعرب أمة لا نظير لها، أشرف جنس على وجه الأرض الجنس العربي. أنا لا أتكلم عن أفراد العرب، لا، أنا لا أتكلم عن أفراد، أتكلم عن الجنس العربي. هذا أشرف جنس على وجه الأرض. لغتهم أوسع اللغات وأشرفها أيضا. فلسفة افتراس الشعوب. وقد ابتلي الشرق الأوسط عامة وكردستان خاصة بمحتلين استيطانيين لهم تراث عريق في غزو أوطان الشعوب وتدمير ثقافاتها وهوياتها وتربو طوال قرون على ثقافات عنصرية وفاشية متخلفة من المنظور الحضاري الإنساني، ولا يفهمون إلا لغة العنف والدم، ويعتنقون شعار اطلب الموت توهب لك الحياة، ويتخذون الإرهاب عقيدة وسفك الدماء وسيلة للتقرب إلى الله. احرص على الموت توهب لك الحياة، هذه مقولة أبي بكر. احرص على الموت توهب لك الحياة، هذه مقولة أبي بكر. والله العظيم اتخاف، اطلب الموت توهب لك الحياة. والله ما إن هذا النمط الاحتلالي الاستيطاني حقيقة واقعة وليس وهما ولا فرضية. وكيف يكون وهما أو فرضية وما زال خريجو هذه المدرسة الغزوية يعملون بكل وسيلة لاستكمال مشروع افتراس الشعوب الذي بدأه أسلافهم؟ وليس هذا فحسب، بل إن سلالات المحتلين الجدد يتباهون بما أنجزه أسلافهم، إنهم كغنائم يوزعوا على المجاهدين، ويعتبرون غزو أوطان الشعوب واحتلالها وتدمير ثقافاتها وهوياتها أمجادا باهرة، أن من لم يحضر الغزو لا نصيب له في الغنيمة. طب أنا دخلت على بلد وتعدادها مثلا 500,000، نعمل إيه في 500,000 دول؟ قال لك المجاهدين نشوف عددهم كم، 100,000، ها؟
خلاص يبقى كل واحدة وخمسة. يا وشق يا مرتد يا كافر. والأغرب من هذا أن بعض المستعربين المنسلخين من هوياتهم القومية والذين هم في الأصل من ضحايا المشاريع الغزوية يمجدون عملية افتراس الشعوب، وها هو ذا المستعرب السوري نديم البطار يذكر بإعجاب أن العرق العربي امتصت في حركة امتداده كل العروق الغريبة التي تعرضت لها، فحولها وجعلها جميعها دون استثناء عربية الطبائع عربية الصفة. وإن لم تكن عربية المنشأ والأصل، فمعدة العرق العربي الجبارة قد هضمت كل عرق واجهته، أزالت خصائصها وأبدلتها بالمقومات العربية. أما المستعرب السوري إسماعيل العرفي فيستغرب مطالبة شعوب الشرق الأوسط المستعمرة بحقوقها في أوطانها وهوياتها، ويعتبر ذلك عقوقا أثيمة، ويصف مطالباتها بأنها دوافع كاذبة وأوهامها باطلة ضالة، ويقول بكثير من الاستكبار إنها دوافع جماعات حائرة بائرة قد حكمت على نفسها بنفسها بالموت العاجل أو الأجل. عندما أبت أن تستجيب لنداء الحياة، هذه الحياة التي أعدها لها قدرها الاستعرابي الأمثل الذي لا قدر حقيقي أفضل لها سواه، لكونها القدر الذي يستطيع وحده أن يمنحها أسمى هوية وأسنى وجود. الآن الله عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن نحن لسنا إزاء أمر عارض ولا أمام خطوة مرتجلة، لا، أننا في مواجهة ذهنيات احتلالية استيطانية فاشية وشوفينية حتى النخاع. كذلك أنزلناه حكما عربيا، هذا القرآن هو الحكم العربي الواضح. ولها فلسفتها الخاصة الغريبة في ابتلاع الشعوب وأوطانها، بل تعتبر ذلك إنجازا مرموقا، وكأن لها كان يعبث جل عن ذلك حينما شاء أن يكون البشر أمما متنوع الأعراق. ولذلك في حديث أبي هريرة من قوله رضي الله عنه عند البخاري قال في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال خير الناس للناس تأتون بهم وفي أعناقهم السلاسل حتى يسلموا ثم يدخلوا الجنة. تأتون بهم وفي أعناقهم السلاسل حتى يسلموا ثم يدخلوا الجنة. أمة تستعصي على الافتراس. والحقيقة أن المحتلين نجحوا في افتراس معظم شعوب الشرق الأوسط العريقة، إما بتذويبها في البوتقة العنصرية لتكون جزءا من النسيج الوطني، وإما بتدجيمها وتفريغ ذاكرتها القومية وتحويلها إلى أقنان في أوطانها مهمتها صنع الأمجاد للمحتلين، وإما بتشريدها في الآفاق. فأين شعب البارث الأشغان في شمال شرق إيران؟ وأين السومريون والبابليون في العراق؟ وأين الإغريق سكان أسيا الصغرى غرب تركيا حاليا؟ وأين الفينيقيون وغالبية الآشوريين والآراميين في سوريا؟ إن شعباً شرق أوسطياً واحداً استعصى على معدات المحتلين وخيب آمالهم ورفض أن تكون إرادتهم قدراً محتوماً. إنه الشعب الكردي.
لقد عبر الكرد إلى القرن العشرين بعد أن اجتازوا ألف برزخ وبرزخ وأشعلوا ألف ثورة وثورة، عبروا وهم مقيمون بمعظمهم لترابهم القومي، عبروا وهم ما زالوا محتفظين بلغتهم وبكثير من تراثهم وقيمهم الوطنية رغم كل الأساليب الماكرة لتجريدهم منها. والأهم من هذا إنهم عبروا وما زالوا واقفين بصلابة ضد مشاريع الافتراس. ولهذا يحقد المحتلون الجدد على الكرد ويجن جنونهم بمجرد ذكر كلمة كردستان. إنهم لا يريدون سماعها ويصرون على استعمال الأسماء الاحتلالية الحبيبة إلى قلوبهم: شمال سوريا، شرق تركيا، شمال العراق، غرب إيران. وكيف لا يرتعدون من كلمة كردستان؟ إنها تذكرهم بأنهم غزاة محتلون وأنهم لصوص الأوطان والشعوب والثقافات، وهذا ما لا يريدون أن يعرفه أحد. إننا مطالبون إنسانيا وقوميا بأن نزداد صلابة وألا نتراجع أمام أبلسه كل ما هو كردي وكردستاني. علينا أن نتصدى للصوص الذين اختطفوا وطننا تحت لواء سايكس بيكو. ومهما نسبونا إلى الشياطين والجن والإماء، ومهما رمونا خارج التاريخ، ومهما غيبوا اسم وطننا، ومهما سموها همجستان أو جعلوه أنفالستان، فلن يقر لنا قرار إلا بتحويله إلى غورستان قبرستان لكل محتل. إن قدرنا هو مقاومة المفترس. إن قدرنا هو مقاومة مفترس الشعوب، ونحن بهذا القدر فخورون. ومهما يكن فلا بد من تحرير كردستان.